السلام عليكم، صباح الخير بناتي اخواتاتي. نتمنى تكونوا مزيانين. هاد الصباح نوض بكري وخرجت من الدار، مشيت عملت التحاليل، والله راني مريضه. وجينا لسباس حنين نفطروا انا ولدي، عرفتي زوين واحد يخرج بكري للدار. كنجي نفطر هنايا علاش عندهم واحد المخلعه كتعجبني بزاف، عليها كنجي غير عليها بعدا. راهو ما جابوا لنا الفطور، ها هي المخلع اللي قلت لكم. ولدي عمل البيض مع الشامبينيو والفرماج. القهوه عندهم زوينه. ومن بعد مشينا لنقاش الحمام في الجده، كنا فايتين من هنايا بانوا لي الطيارات زوينين بزاف، شفتهم ما كيتفرقوش عادية. وصورتهم شوية الحمام الحوت وطويرات، وشريت عاوتاني خرجت من تحت خرجتها، كانوا عندي جوج نفس السلطة. وهادشي كلشي في الصباح باهي بكري، كانوا عاد كراهم يتحلو، مازال السلعة ما خرجوهاش، عرفتي اللي بغا يخرج يخرج في الصباح بكري، يكون الهوا نقي والمدينة تكون خاوية. ومن بعد غادي نطيب غدايا ونوريكم. ها هما الطويرات، ها هما ما بغاوش لي تقطعو لهم، ها هما مبغاوش لي تقطعو. وي صباح الخير بناتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا مزيانين. هاد الصباح راهني كنت شريت الطويرات، كنت قلتها لكم، هادو ما كيتفرقوش هكا بالعربيه، السميه ديالهم هكا وعجبوني بزاف. المهم بقيت غاليه جايه على حتى صاي معايا الثمن، وما بغاش ينقص لي، قال لك راهم غاليين وهادو هادي. وولدي يقول لي لا ما حتى من بعد نشريهم، قلت له لا والو دابا غادي ديهم، وكتبوا لي وراهم نسيني ويغوتوا بزاف وزوينين. شريت لهم الماكله ديالهم، شوف كي دايره فيها الزريعه زوينه، شي 16 درهم. وعندي الحويتات كنت وريتهم لكم، وعندي الطيور، راهما الطيور والماكله ديالهم راهيه كلتهم. وهذه واحد الشكل ديال الماكله، شوف كي دايره بحال الشوكولا. انا كنبغي الحيوانات بزاف، ولادي كبروا ومشاو تا وربيت الحيوانات، وحتى وليداتي كيبغيو الحيوان بزاف. دازو علي عندنا بزاف الفيران، داك ها هامستر دازو عندنا بزاف، تاتا مهم بزاف بزاف بزاف. وفي الاخر هاني طيبت واحد الشهيوه، واش واحد الشهيوه ديال الحوت كفيته، وراه مازال ما طابش، هذاك راه يبقبق. ريحه زوينه تبارك الله. ايوا نهاركم مبروك، نتمنى تكونوا مزيانين ودعموني، الله يخليكم، واللايك اللايك اللايك. ونهاركم مبروك، سلامه.